التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. تناول الاتصال تطورات الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. خلال الاتصال أكد شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. دوت صافرات الإنذار في مدينة سيدي روتا وبلدة أخرى في غلاف غزة. يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منطقة سكنية في الزرقاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء على الأقل وإصابة العشرات. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن شهداء ومصابين. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماجولدريك إن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بقطاع غزة، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة. وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إيجاد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات المياه في المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون في الوقت الحالي. وصل المستوطنون الإسرائيليون الاعتداء على الفلسطينيين بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أشعلوا النار في المركبات الفلسطينية في منطقة السهل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وكان مئات المستوطنين قد هاجموا بالأسلحة النارية قرية المغير وقتلوا شابا وأصابوا نحو 20 آخرين وأحرقوا منازل وممتلكات. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفر شبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، مما أسفر عن إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله قصف تلة الكارانتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا. وأضاف بايدن أن طهران لن تنجح إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن عدم استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما استمرت الحرب. وشدد مجلس السيادة السوداني في كلمة له خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية على التزامه بمنبر جدة وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات بموجبه. رحبت الولايات المتحدة بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي، مشيرة إلى أن هذا المجلس سيساعد في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والنشر السريع لبعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن.
وتشكل المجلس الرئاسي الانتقالي بعد أسابيع على مفاوضات سادها التوتر، وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أريل هنري. وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، كما يتعين على أعضائه أن يعينوا رئيسا جديدا للوزراء وأن يشكلوا حكومة جامعة.